يوم بعد يوم تواصل بنات حواء مزاحمتهن للرجال في كافة المجالات، فمع ممارستهن لكل أنواع الرياضة بما فيها الألعاب القتالية والعنيفة لاقتحامهن مجال الإدارة ووصولهن لمناصب رفيعة في الأندية ومراكز الشباب، وأخيرا وليس آخرا أصبحنا محكمات في الملاعب والصالات الرياضية وحصلنا على الشارة الدولية في العديد منها. عفة سامي باتت أول سيدة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على الشارة الدولية في تحكيم لعبة السنوكر عندما تجاوزت الاختبارات التي أجريت لها على هامش بطولة العالم للعبة التي أقيمت في ضيافة الهند الشهر الماضي. ورغم أنها لم تمارس اللعبة على المستوى الاحترافي ولم تلتحق بأي نادي، واكتفت بممارستها على سبيل الهواية في نادي الغابة منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أن قدرتها وعشقها للعبة مكنها من دخول مجال التحكيم في البطولات المحلية منذ عام تقريبا، ولفتت بتميزها وكفاءتها أنظار محمد القماح رئيس الاتحاد المصري لألعاب البلياردو، فاختارها لتمثيل التحكيم المصري في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ في شهر يونيو الماضي. وبعد أن أثبتت جدارتها تم اختيارها للتحكيم في البطولتين العربية والإفريقية في شرم الشيخ أيضا، ثم كان الإنجاز الأكبر في مسيرتها عندما وصلت لإدارة مباريات في بطولة العالم للسنوكر في الهند مؤخرا كممثلة للقارة الإفريقية مع 3 حكام من الرجال. عن تجربتها الفريدة، أهم الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها، طموحها الشخصي وأمالها بتطوير وانتشار اللعبة في كل ربوع مصر، أهمية هذه اللعبة في تنشيط السياحة وتغيير الصورة النمطية لمصر أمام العالم. عن كل هذا نتحدث مع عفة سامي في الملعب.